عاجل. تسريب بعض بنود الاتفاق مع الحوثيين، منها تقسيم المناصب في الوزارات بين عدن وصنعاء على هذا النحو. تفاصيل عاجلة. سربت مصادر إعلامية عن بعض بنود الاتفاق الموقع بين صنعاء برعاية عمانية مع جماعة الحوثي، منها تقسيم المناصب الحكومية في الوزارات في العين لكل وزارة في عدن وصنعاء. وأضافت المصادر أن أحد بنود الاتفاق مع جماعة الحوثي السماح لهم بطباعة عملتهم اليمنية القديمة واعتمادها رسمياً، بالإضافة إلى فتح الميناء والمطار. وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على إيقاف طباعة العملة الجديدة وسحبها تدريجياً، والسماح بطباعة العملة اليمنية القديمة ودعمها واعتمادها رسمياً، وتسديد رواتب الموظفين بالعملة الأجنبية لدعم الريال اليمني وفتح الميناء والمطار. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق تضمن ربط الأجهزة الأمنية ببعضها البعض بجميع المناطق الشرعية والحوثية للتعاون في ضبط وتتبع العناصر المطلوبة، وكذلك ملاحقة السرقات وغيرها من القضايا الجنائية، بالإضافة إلى ربط القضاء وإعادة الوضع الأمني بين المحافظات اليمنية إلى ما قبل الحرب. وبحسب المصادر فقد اشتمل الاتفاق فتح جميع الطرقات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، ونقل جميع جرحى الحرب من جميع الأطراف للعلاج في الخارج، وإيقاف جميع جبهات الحرب وسحب المقاتلين منها تدريجيا، وعدم تقدم أي طرف لمناطق الطرف الآخر. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.